تفضل. عندك 5 سنين ولا 4 سنين من اللي بنت وتضرب كيما نقولوا على الجزائر تضرب قلب ورب. هذا قبيح لا لا مش قاسم مش قاسم هذا قبيح هذا الانسان قبيح هذا حبيبي كيني معليش تفضل 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 والله غير سؤال تفضل روح راني شايف وينك رايح راح تفضل صح ليزيميسيون تاعك دايرين بوز الحمد لله لا باش نقولها لك شي مجاملات راك رقم واحد صح الحمد لله حب الوطن بدا عنده غير 4 سنين 5 سنين ولا من قبل علاه ما كانتش لا ميم انا نحب الوطن في فيفري 85 من نهار اللي زدت من نهار اللي خرجت من كرش يما ونموت على بلادي ما كنتش تبان خي نهضر انا نفهمك غير حاجه اخي العزيز ما نقدرش نديفوندي الدوله اللي ما نامنش فيها اوكي وقبل 4 سنين ولا 5 سنين ما كنتش نامن في الدوله هذيك ربي حقك. ربي عالم ما نقدرش انا سامحني كلامك هو الكبير ما نقدرش نحارب ولا نضارب ولا نديفوندي ولا نسيي نامبوزي لي كونفيكسيون تاوعي في حاجه اللي انا ما كنتش نامن فيها هذا كذب انا خويا ما نقدرش دوكا عندها 4 سنين ونص جايه 5 سنين الحمد لله كي تحط هذا يقادلوك الرجال اون افي بيردي خويا العزيز مازالك بالخضر جامي نبدلو جامي نبدلو سبقتني كنت حاب نقول لك جامي نبدلو ناسيوناليتي اللي ملهيه كاين بزاف اللي داروا هكذا والله ما بدلو راك باغي بابا ينحي لي من ليفري فامي يا سي محمد باباك جوستومون دقيقه حبس شو انت اعطيني واحد لعبسه الخير الله يبارك اي 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 عطاوك الدوسي خويا العزيز قدام بسم الله بسم الله اي روح شوفوا وراه لهنا هنا عندك المرحوم هواريبو الله يرحمه عليه عندك صدام حسين الله يرحمه عليه واحد ما نقول لك شكون يهمني هذا ادوا بابا الله يبارك صح تبارك الله حكى في عمره هنا 26 الله يبارك خرج من الجيش في عمره صح اعطيني دوكا صوره تاع بابا الان اي باغي نعرف شكون عطاو لك هذه التصاوير هادو انت واعر لازم نقرعدوا عليك هاوليك تبارك الله نحبوه بزاف هذا الانسان الله يبارك والله نحبوه بزاف ونحترمه صح دوكا عرفنا به اسمح لي عبالي بلي قصتك شويه سامحني مهدي بزاف حاج هو القيتاي هو اللي عطالي تربيه مع الحاجه يما الله يذكره بالخير هما اللي عطاو لي لا ديريكسيون تاع حياتي هما اللي رباوني اللي كبروني اللي طلعوا بيا هما اللي كي كنت مريض كي كنت صغير كانوا ما يرقدوش على جالي هما اللي انا عندي ربي والديا ربي خرجت ناجح انا هذا الانسان راك تشوف فيه كي كنت صغير سفرة معايا باسكو انا كنت طوايشي كنت ندير مشاكل كنت كيما قحنا كاش واحد كان نورمال وهذا الانسان والحاجه يما سفرة معايا ربي يسمح لي وربي يغفر لي وكل صباح كي نوض نقول يا ربي والدي يسمحوا لي لا ما تقصش راسك هذا احكي لي هذا الحاج سعيد هذا الحاج سعيد راك تشوف فيه هذا الحاج سعيد مجاهد كان في المالك 15 سنه طلع للجيش كان في عمره 15 ادمي دار الكارت ديدونتيتي تاع خوه اللي كان ديجا هو في الجيش وهرب بيه باسمه وطلع للجيش باسكو ما كانوش حابين يطلعوه باسكو كان صغير بزاف وداك ديدونتيتي واحد اخرى باش طلع سبا خدم لهم هادي في هادي وطلع عطيك صح انا نفهم على كاين حاجه يقول لك دونك ايماجين انا ولا ندي ناسيوناليتي كيفاش ندير انا هذا واش يدير فيا يروح ليفريت فامين يحيل لي الورقه هادي ويقول لي روح هذا كان بارمي المخابرات الاولى اللي كانت هو لا اولد سكول المدرسه القديمه هو المالك راه في دمه مازال شوف عنده 82 سنه الله يبارك مازال يبارك فيك مازال يحضر لي ريونيون تاع المالك تاع لي زونسيان تاع المالك للان يومين هذا